أعتقد بأن الثقة المولوية السامية في سي سعيد حميد دوش اللي هو واحد الكفاءة وطنية، واحد الخبرة، واحد تجربة، واحد تراكم ديال المهام والمسؤوليات على المستوى القطاع العام والقطاع الخاص اللي نجح فيها بشكل جيد. كنتمناو حنا عندنا انتظارات وتحديات كبيرة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات. عندنا البرنامج التأهيلي ديال مدينة الدار البيضاء، وعندنا البي دي ار البرنامج الجهوي لجهة تأهيل جهة الدار البيضاء سطات، وكاينة أوراش مفتوحة كبيرة كتهم البنيات التحتية، كتهم قطاع النقل والتنقل، كتهم القطاعات الاجتماعية، وكتهم قطاع البيئي. كنعرفوا القطاع البيئي مطرحوا بحدة على مستوى الدار البيضاء، وكاينه اللي مهم كذلك واساسي والقيمه المضافه اللي كاينه هي الجزء الثالث من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. اولا بعدا في البدايه نهنئ السيد الوالي الجديد على تحمله هذه المسؤوليه اللي هي مسؤوليه ماشي سهله بحجم مدينه الدار البيضاء اللي هي مدينه القطب المالي ديال المغرب. وحنا كمتتبعين الشان المحلي وكبيضاويين وكجمعويين في هذه المنطقه تنتمناو ان السيد الوالي انه يفتح كل الملفات اللي هي كانت عائقه، مثلا نقول مثلا النقل اللي عندنا مشكل كبير فيه انه ممكن انه يجوب عليه ويلقاو حلول يعني اللي ممكن انها ترجع المدينه يعني الحركيه ديالها المعوده فيها يعني. وكذلك المشكل ديال النظافه اللي ممكن انه كما هو تو يكون يعني من بين الملفات اللي يقدر انه يحلها في الايام المقبله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.